كلنا وبدون استثناء بنستخدم السوشيال ميديا، وكلنا وبدون استثناء مشغولين جدا طول اليوم، اللي بيشتغل واللي عنده مسؤوليات تانية واللي عنده حاجات كتير. لكن برغم كل الحاجات دي والجداول المزدحمة دي، إلا أني متأكدة وأنا بكلمك دلوقتي أنه حصلت معاك أنك قفشت نفسك وانت قاعد على السوشيال ميديا بتتفرج على حاجة تافهة جدا لا معنى لها ولا قيمة ولا حتى عجباك، لكن بتتفرج عليه. لو حصلت معاك خليك معنا النهاردة. مرحب في شغل عالي. في عصر ما بعد الكوفيد، وهم بيسموه كده فعلا، اتغيرت مفاهيم كتير في الشغل وفي الحياة وفي العلاقات، لكن تحديدا مفهوم الإنجاز في الشغل اتغير للأبد، ومعاه بالمرة مفهوم الحضور والانصراف. الفكرة دي أصلا بتخلص في العالم كله. بعض الأوقات بتخلص لأنه طبيعة الشغل نفسها اتغيرت، وفي أغلب الأوقات لأن مفهوم الإنجاز نفسه اتغير. السؤال المهم بقى لكل واحد فينا، أخبار الاجتماعات الطويلة والمشاوير اللي ملهاش لازمة وساعات الرغي في المكاتب أخبارها إيه؟ فاكرها؟ طب هرجع للناس بقى اللي معانا هنا في الاستوديو. كم مرة حصل معاك إنك قلت أنا بكرة هعمل 1، 2، 3؟ في أوقات كتير بتوصل لأنه ما عملتش ولا حاجة من اللي أنا خططته. اللي إحنا فيه ده كلنا مع بعض اسمه إنه التشتت، واحنا متشتتين. والإحباط المتكرر بقى اللي بيحصل لنا لأن الأيام بتضيع من غير ما ألحق أنجز اللي أنا عايز أعمله. بنحكي النهاردة عن الحالة دي، أيام بتضيع وإنجاز قليل وإحباط شديد جداً لأني دايماً حاسس أني مش بنجز كفاية، والحياة حوالينا ضاغطة جداً. أنا قادرة أفتكر وقت ما كنا كلنا في البيت قاعدين وقت كورونا، لما كنا بنعمل كلنا أقصى حاجات كنت بنجزها في اليوم، بعمل كيكة جديدة أو وصفة بسكوت أنا والبنات، ده أقصى حاجة. لكن تلاقي اللي جنبك واحد يقول أنا خلصت كورس جديد وتعلمت مش عارف إيه، أنا عديت 2 ليفل في أن أنا ذاكرت إنجليش. هو ده بيحصل، وساعات أبقى أنا أبطأ واللي جنبي أسرع مني شوي. طب أسألكوا سؤال، أنا بعرفش ليه ببقى واثقة من الإجابات، ليه؟ كم واحد دفع اشتراك الجيم وما راحش ولا مرة؟ ايه مالنا؟ السؤال بقى اللي انا محتاجاكم بجد تساعدوني في اجابته هو عن الانجاز، عن الفكره دي، ايه اللي بيعطلنا عن الانجاز؟ وعايز اسمع من فضلكم مشاركات. احنا متفقين ان كلنا متعطلين، بس ايه السبب؟ حد وصل للسبب؟ كسل. هي فكره ان انا مش لاقي حد يشجعني، يعني مثلا انا لما اكون مثلا قايل لاقرب حد ليا سواء اهلي او صديق او ايا يكن مين، فانا ما بلاقوش بيشجعني، يا اما ممكن الاقي منه احباط، او حتى لو شجعني يشجعني النهارده مش شجعني بكره، مش شجعني بعده، او لو شجعني النهارده وبكره مش هلاقي منه تشجيع بعده. مش انا يعني فاهمه قصدك انه احنا محتاجين كلنا للتشجيع، بس مش قادره اربطها قوي بحاجات انا نفسي مخططه اعملها. انا ليه دايما انا مستني تشجيع في الحاجات اللي هي واجبات بتاعتي؟ بس موافقه. اتفضل يا دكتور. مشكلتنا ان احنا بنربط الانجاز بالاخر او بالنتائج. يعني أنا بذاكر فلو النتيجة طلعت وحشة فبيجي لي إحباط، أنا بشتغل كويس فمديري مش بيقدرني فبيجي لي إحباط، لكن أنا المفروض أنا اجتهدت فأنا كده مقدر جوه نفسي، فده إنجاز ليا فأقدر أكمل. أنا بناتي مثلا بجيب لهم هدية النجاح آخر يوم امتحان مش مع النتيجة. الله. فده بيشجعهم. طبعا إحنا نسمع القصص دي جيلنا إحباط إحنا. شكرا يا دكتور. ده نوع تاني من التشجيع، اولا اني اشجع نفسي، وثانيا ان انا في ناس بتربي اولادها على التشجيع بالطريقه دي. وعشان كده انا دايما بحط سبب لاني ما انجزتش، يا اما الظروف، يا اما نقص التشجيع، يا اما ان انا فعلا ما لقيتش نتائج، يا اما ان انا مكسل وخلاص. هحكي لكم حاجه بسرعه جدا جدا. وانا في الجامعه كانت دراستي علميه فكانت صعبه جدا. أنا شخصياً كنت دحاحة، يعني كنت بذاكر كتير جداً، بس عشان أذاكر كتير جداً كنت باخد وقت طويل جداً في المذاكرة. عندي واحدة صاحبتي دايماً بفتكرها في القصة دي، إنه كانت بتطلع من الأوائل على الدفعة،
وكانت رندا، يا رب يا رندا تبقي تشوفي الحلقة، كانت بتذاكر بالظبط ساعتين في اليوم. اتعلمت منها حاجة، إنه الإنجاز مش مرتبط بالساعات الطويلة، وإنه في ناس بتنجز بس واضح إن هم بيعملوا حاجة مختلفة. بالمناسبة ساعات العمل الطويلة اتغيرت في العالم كله، يعني ما بقاش حد يقولك برافو أنت بتيجي الشغل من 8 الصبح ل 8 بالليل، لكن بقى الإنجاز في الشغل بيتقاس بإيه؟ حد يعرف الحكاية دي؟ باللي أنجزته فترة قليلة، باللي أنجزته، اسمها Key Performance Index أو KPIs، مؤشرات الأداء، دي المؤشرات اللي بتدل على كفاءة الأداء. خلاص ما بقاش فكرة الساعات وأهمية الساعات الطويلة دي موجودة بعد النهاردة. ده حصل وعمل حاجة لذيذة جداً، بقى لصالح طبعاً جودة الشغل، لأنه بقى بيشجع الناس، يعني لو خلصت شغلي في ساعتين أروح؟ آه، في شركات بتقول لك كده، خلص شغلك في ساعتين وروح، وفر كهرباء. لكن كمان بقى لصالح جودة الحياة، يعني اللي بيخلص شغله في وقت أقصر عنده وقت يبقى عنده حياة اجتماعية، عنده وقت يعمل علاقات، عنده وقت يقعد مع أهله في البيت، والتفاصيل كتير قوي. ومع تغير الفكرة دي بتاعة الإنجاز، وإنه بقى مش مهم تقعد كام ساعة، المهم خلصت إيه، ظهر مصطلح جديد اسمه العمل العميق أو العمل بعمق. الساعة الواحدة من الشغل وكل الأبليكيشنز اللي أنت عندك على الموبايل مفتوحة، ورسائل الزمايل والناس اللي بتكلمك والناس اللي بتعدي تشرب قهوة، أنت عارف إن الساعة دي لما بيحسبوها كده بيلاقوا إن الناس بتنجز فيها حوالي 40%. سبقونا الناس وسموها ضجيج بلا طحين، يعني دوشة وخلاص، أو أكيد برضو سمعنا المصطلح ده، دوران في ساقية. الناس زمان كانوا يقولوا كده، أنا بدور في ساقية، يعني إيه؟ بعمل نفس الحاجة كل يوم من غير ما أوصل لنتيجة ولا أضيف أي ناتج للمجتمع، وبالتالي هو محبط واللي حواليه دايماً محبطين. فمرة سألت شخص ناجح جداً ومتعدد الاهتمامات، قلت له إزاي عندك وقت لكل الحاجات اللي بتعملها دي؟ قال لي إجابة مش بنساها غالباً أبداً، قال لي كده، اللي يقول مفيش وقت موهوم أو بيتلكك. العمل العميق بيحللك الحكاية دي، بيخليلك عندك في يومك شوية وقت زيادة. بالمناسبة Deep Work أو العمل العميق ده كتاب مهم جداً في عالم الشغل، يعني كتاب مهم جداً، أو العمل بعمق في عالم مشتت. الكاتب اللي بيشرح الموضوع ده بيقول كده، قبل ما يقولك يعني إيه هو العمل العميق، لكن خلانا نعرف تعريف العمل السطحي. العمل السطحي أي حاجة بعملها وأنا مش محتاج خالص أركز، مش محتاج أستخدم دماغي. يعني لو أنا بشتغل مثلاً في كاشير وبدفع فلوس، أنا محتاج أركز ولا مش محتاج؟ محتاج جداً، لأن أنا بتعامل في فلوس كتير طول اليوم. لكن لو حولته لعمل سطحي فأنا بعمل كده، عارفين المنظر ده؟ من غير ما أبص وبحط أرقام، وارد جدا نسبة الغلطات. فالعمل السطحي هو أي حاجة أنا بلغي فيها جزء التركيز. العمل العميق بقى هو مجموعة من الأنشطة محتاجة حالة من التركيز اللي من غير تشتت. ولما بنتكلم عن العمل العميق دايما عندنا سؤال، أيوة يعني المفروض أعمل إيه؟ أي حاجة أو فكرة جديدة تعجبني لازم أسأل نفسي السؤال ده، يعني أعمل إيه؟ في كتاب العمل العميق قال شوية خطوات ظريفة وأعتقد مفيدة. أولها إنك تقضي وقت لوحدك. لو ما بتعرفش تقعد تشتغل لوحدك يبقى عمرك ما هتوصل للعمل العميق، يعني المركز اللي خالي من التشتت. اكتشفوا كمان ان معظم الناجحين عندهم سر كده اسمه اول ساعتين في اليوم. اللي بتعمله في اول ساعتين في اليوم غالبا بيحدد بشكل كبير حجم الانجاز بتاعك. عشان توصل للعمل العميق لازم تعمل حاجه اسمها تقفل كل النوتيفيكيشن. طول ما جنبك جهاز مفتوح متوصل بالانترنت وبينور، عمرك ما تقدر تنجز حاجة محددة في وقت محدد. كمان بينصحوا بأنه الناس تتعلم مهارة جديدة تخليك أسرع في شغلك، يعني أنا لو بشتغل في حاجة بتحتاج كتابة ففي برامج بتعلمني إزاي أكتب أسرع. كل حاجة أنت مأجلها عشان هتاخد وقت، دي نصيحة مهمة، اعملها النهاردة. وكمان خطط ليومك قبله بيوم. والغريبة جداً أن كلنا بنكره الروتين، مش كده؟ في العمل العميق بيقول إنه أكتر حاجة بتفيدك إنك تنجز شغلك مظبوط إن يبقى عندك روتين ثابت لحاجات أساسية، زي بالظبط اللي بيصحى يروح الجيم في ميعاد ثابت كل يوم عشان تنجز حاجة مهمة بالنسبة لك، ويبقى عندك قدرة أكبر على الإنجاز وفوضى أقل في الحياة.